ثقة. وظل يجول في خط الهاتف القادم من دهليز الجرحل إلى الرباط، حيث الدراسة الجامعية والحصول على الإجازة في التاريخ في نهاية الستينيات، ومواصلة رحلة التدريس في الثانوي وبعد ذلك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. ففي الواقع تعرفت على الفقيد من خلال عملنا المشترك كجامعيين. التقينا في كلية الآداب في نهاية الستينات وبداية السبعينات، وما أعجبني عند هذا الشخص رحمه الله هو أولا التواضع والحنكة فيما يخص المادة التي كان يشتغل فيها وهي مادة التاريخ. وبالفعل من خلال المقالات ومن خلال الدراسات ومن خلال الكتابات التي تركها لنا يمكن أن نقول أنه دعا إلى تغيير نظرتنا لتاريخنا القديم. عندما أقول تاريخ القديم يعني فقط التاريخ الذي يعود إلى بعض القرون خلت. بالرباط حالة فكرية تخترق الصمت وتتوسل إلى قدر من الجرأة، ويبدأ أزيد اختيارا جديدا، حيث الفعل الجمعوي قنطرة للعبور إلى مجموعة من القيم والمبادئ. ولأن بذرة الانتماء ينبوع فيض من العطاء، كان النبش في ذاكرة جغرافية المكان وتاريخ الزمان يستزيد من الثقافة ويعتبرها خزانا للتفاؤل، يخرج بها من قفص الخطوط الحمراء إلى رحاب الحوار والنقاش، حيث اللقاء مع الماضي من أجل بناء الحاضر والمستقبل، دفاعا عن هوية وطنية تستمد قوتها من قوة التعدد الثقافي وغنى الشخصية المغربية. سعى السعلي رحمه الله من خلال مقالات، أحيانا من خلال السجال، ومن خلال انغماره في العمل الجمعوي، أن يثير الانتباه إلى تجذر الثقافة الأمازيغية التي هي جزء من الثقافة المغربية، وستكون الثقافة المغربية منقوصة بدون هذا الجانب. في تلك الظروف كان ينبغي لكل من يعي هذا البعد أن يكون نوعا ما مشاكسا كما تفضلت بالقول، وعنيدا، والسعلي كان عنيدا. لما اتهم السيد صدقي بعد نشر مقالته في جريدة أمازيغ وهو لم يكن يقصد ما فهم منها، قال لي بعدما زرته وهو لم يحكم بعد، لم يصدر عليه الحكم، إنني لا أريد أن أكون أول من يقع ضحية لمثل هذا النهج. فسعيت لدى بعض الجهات لكي لا تقع هذه السابقة، ولكن للأسف لم يفيد ذلك. ولم يكن يروق هذا المقال لأناس كانت لهم نظرة أحادية لثقافة المغربية، فمن خلال يعني وشايات وكذا تمت قراءة المقال كما أنه تهديد لأمن الدولة، فأحيل السعلي على القضاء وحكم بسنة سجن نافذة. هذه التجربة أثرت كثيرا في الرجل. المرحوم الأستاذ علي صدقي أزيقو، هذا الحنين المرتعش في رحم المشاكسة، ظل يشتغل في صمت يستفز ويستفز، حريص على رفاقه ولو اختلف معهم، يحفر في جبهة الزمن على امتداد الوطن الكبير الذي يحتضن الجميع، يطرح سؤالا كبيرا لم يكن يعتبره يرقى إلى مستوى اللغز. منذ نقض الستينات فكر في تأسيس وإنشاء الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي مع مجموعة من الأصدقاء، وقد كان من بين أعضائها المرحوم بجمعة الهباز
وعبد الله بلفور وأحمد بكوس وعلي الأمي وأحمد أكواو، بالإضافة إلى أيت حسين أي الحسين بحسين. هذه الجمعية أود أن أشير أولا أنها قامت بمجموعة من الأعمال المفيدة فيما يتعلق بالثقافة الأمازيغية، إذ أنشأت النشرة الوثائقية التي سماها آراءات. فسي علي زيكو كان دائما حريص على أن